اللي هيحصل حضراتكم دلوقتي صعب جدا جدا. ركزوا اللي هيحصل مع الصيدلانية ديت، فحالها في امان الله. اتنين هم دخلوا عليها وعايزين بعض الادوية، فجأة وبدون مقدمات طلعوا السلاح الناري. طبعا البنت في حالة صدمة، طلعي بقى الفلوس، طلعي كل شيء، الموبايل بتاعك، بتعيط. لا حول ولا قوة الا بالله، اغمى عليها طبعا. هنا حالة شوك، صدمة، صدمة من الموقف، خوف شديد، بيحصل تصلب في الشرايين، الدم مش بيوصل كويس للدماغ، بؤبؤ العين بيوسع، نبض القلب سريع، تمام، نفس سريع، حالة صدمة، حالة لا شعور. اهي بصوا بتدوخ تاني، لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا هو دخل طبعا بياخد الفلوس وبياخد حاجات تانية معينة، والبنت بتعيط وبتبكي طبعا. لا حول ولا قوة الا بالله. ركزوا، تقريبا في ناس تانية داخلة. بصوا في ناس دخلت تاني اهو، هددوهم طبعا، قال لهم وقفوا على جنب بقى. طبعا انت داخل دلوقتي مسالم في الصيدلية، واحد ماسك لك سلاح، فطبعا ما تقاومش هنا يعني. تعرفش دول شاربين، دول ايه نظامهم، ايه دنيتهم. البنت طبعا منهارة، البنت منهارة. طبعا بيقلبوا، شكلهم مش لاقيين فلوس ولا حاجة، ولا شكلها بتاع الصيدلية هنا شكلها بتتعامل في ماكينة زي فوري كده، شكلها بتتعامل بالمعاملات البنكية أكتر يعني. تمام، طبعا يا جماعة دول شوية متسولين، ما عندهمش شغلة ولا مشغلة، داخلين يعملوا نمرة اعتداء ويطلع السلاح. ايه اللي وصلنا لكده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه التصرف الصحيح يا كابتن جابر في الموقف ده؟ بصوا يا جماعة، التصرف الصحيح اللي البنت دي عملته، صدقني والله العظيم مفيش أي حاجة مستاهلة. هيدخل يسرق الصيدلية كلها، ياخد الفلوس كلها، ياخد كل شيء. أنت راجل متيقن إن أنت حاطط كاميرات، تمام؟ حاطط كاميرات المراقبة، إن شاء الله هيتجاب. كاميرات المراقبة هتجيبه، فأنت تيقن في ده. طب حد ماسك لك برضو السلاح الناري، معلش هتقاوم يعني؟ وانت على مسافة، على بعد، طز في الفلوس، طز في الموبايل، طز في اي حاجة، حياتك اهم من اي شيء. سيبه ياخد كل حاجة، معايا الكاميرات يا باشا، الشرطة هتيجي، تمام، وهتجيب له ثم صورهم كلها على في القسم. وطبعا انا عارف ممكن لو واحد لابس ماسك او حاجة، لا ما تقلقش، في ناس كده بيكونوا فنانين رسامين في كل قسم شرطة، ده المفروض يعني في بلاد بره الناس المحترمه يعني، تمام، وبيرسم بقى يا باشا. شفت الجزء اللي هو حاطط لك عليه ماسك ده؟ يرسم لك بالذكاء الاصطناعي ويجيبوا لك بقى الوجه المقرب لهذه الشخصيه بقى، وجسمه وطوله وعرضه والكلام ده كله. بجد موقف صعب جدا، لكم التعليق.